تعالوا نتكلم عن مراحل الحب. عندما يتزوج الرجل بالمرأة فإنهما يكون في أول مراحل الحب، وهو الحب الجسدي، الانجذاب إلى الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أو من هدي السنة أن يرى الرجل المرأة قبل أن يتزوج، فالأولى أن يؤدم بينهما، أي أن يحدث بينهما قبول بين الرجل والمرأة. لماذا؟ لأن هذا القبول هو قبول جسدي، يرغب الرجل في مواصفات معينة في المرأة، وترغب المرأة في مواصفات معينة للرجل. إذا حدث هذا القبول فهو أول مراحل الحب. فأول مراحل الحب هي إيش؟ الحب الجسدي. إذا رغب فيها في صفاتها، في مشيتها، في هيئتها، وهي كذلك رغبت في رجولته وسمته وأخلاقه، هذا هو الحب الجسدي. ثم إذا تزوج يحدث بينهم ما المرحلة الثانية، وهي الحب العاطفي، عندما يتبادل الاثنان الكلمات الجميلة ويتبادل العبارات الرائعة، الحب والغرام، وكل واحد منهم يلتفت إلى محاسن غيره فيخرج ما بداخله من مخزون الحب. أحيانا بعض الناس يكتم هذه المرحلة، يكتمها في صدره، وهذه مرحلة مهمة جدا لا بد. ونقول للإخوة والأخوات، لأن الرجل الشرقي كما يقال متأثر بطبيعة المكان، بالصخور والجبال والصحراء، فلا يخرج منه إلا الأشياء الجافة. لكن هذا كان زمان، اليوم نحن نعيش في مرحلة تطور وانفتاح، ومرحلة يعني ما شاء الله محلات الورود موجودة في كل مكان، فما في عذر أن الإنسان يخرج ما بداخله من عواطف ومشاعر. إذا أحسست شيئا تجاه زوجتك أخبرها، وإذا أحست هي تجاهك بشيء المفترض أن تخبره. قل أنا أحب فيك شيء الفلاني، ولتقل هي أنا أحب فيك الشيء الفلاني. هذا هو مرحلة ثانية من مراحل الحب، وهو الانجذاب العاطفي، عندما يرى كل واحد منهم محاسن الآخر. المرحلة الثالثة هي مرحلة الحب العقلي. مرحلة الحب العقلي هي مرحلة عندما تكون فيها أفكاري وأفكار شريك الحياة تتوافق نفسها. أحيانا قد نجلس في مجلس واحد وأريد أن أقول كلمة فتقولها زوجتي قبلي، هي نفس الكلمة أو العكس. هذا توافق فكري، أصبحنا في مرحلة أعلى شوية، أصبحنا حتى أفكارنا متشابهة، أصبحت حتى قناعاتنا متشابهة، نظرتنا تجاه كثير من الأمور أصبحت واحدة. وهذا أتى بعد مراحل، مرحلة الحب الجسدي، ثم الحب العاطفي، ثم وصلنا إلى مرحلة الحب العقلي، وهو التوافق في الأفكار والرؤية. لذلك في هذه المرحلة تجد أن الاثنين يخططوا بصوت مسموع، يبنوا حياتهم مع بعضهم البعض، في بناء البيت، في شراء حاجياته، في تربية الأبناء، في نظرتهم للمستقبل، كيف سيكون هؤلاء الأبناء. تجد أن أفكارهم متوافقة. في ناس ممكن أن ما يصلوا لها المرحلة، ممكن للأسف في ناس يقفوا عند المرحلة الأولى، مرحلة الحب الجسدي فقط، فيريد الرجل أن يشبع شهوته وخلاص، وانتهت العلاقة الزوجية على ذلك، ولا يوجد بينهم اتصال لا عاطفي ولا اتصال فكري ولا غيره. إذن المرحلة الثالثة هي الحب العاطفي. المرحلة الرابعة هي الحب الروحي. الحب الروحي هذه مرحلة عجيبة جدا، وهي مرحلة نشبهها بأن إذا رأى الإنسان أي قبيح من شريكه لا ينظر إليه، ولا يعني يرى القبيح حسن في شريكه، يرى القبيح حسن في شريكه، يعني ما في أي عيوب هذا الإنسان. الناس كلهم يروا عيوب ويروا
نقاط سوداء في هذا الشخص إلا هو هذا هذه الزوجة لا ترى إلا الحسن في زوجها، ويرى الزوج ما يرى إلا الحسن في زوجته، رغم ما فيها من عيوب ورغم ما فيها من سيئات ورغم ما فيها من معايب ورغم ما فيه من معايب وما فيه من سيئات، إلا أن كل واحد منهم يرى الآخر ملاك. فهذه مرحلة متقدمة جدا جدا جدا، وقلنا قد لا يصل إليها كثير من الناس إلا من يسره الله سبحانه وتعالى لذلك. إذن حتى تصل إلى هذه المرحلة من الحب الروحي لابد أن تمر بالمراحل الثلاث ذلك. المرحلة الأولى المرحلة اللي هي الحب الجسدي، ثم الحب العاطفي، ثم الحب الفكري التوافق الفكري، ثم نصل إلى الحب الروحي. لذلك نجد من آثار أو من مظاهر الحب الروحي أن الرجل إذا توفيت عنه زوجته وهو في سن كبيرة، إذا توفيت عنه زوجته لا يستمر كثيرا في هذه الحياة، يتوفى بعدها مباشرة، بعدها بأسابيع، أحيانا في نفس اليوم قد يتوفى. والسبب في ذلك قطعة من روحه سلبت، جزء من روحه، كأن نزعت الروح، كأن نزعت روح من روح كأنها نزعت روح من روح، فلا يستطيع أن يقر في هذه الدنيا بدون الروح الثانية، توأم الروح، توأم الثاني لا يستطيع أن يقر بدونها. وبالتالي تجد أن كثير من الناس اللي وصلوا، قد يصل بعض الناس إلى هذه المرحلة في سن مبكرة ممكن، لكن هذه مرحلة طويلة جدا تحتاج إلى كثير من البذل والعطاء، وكثير من التنازل، وكثير من التسامح والعفو، وفهم نفسية الآخر، ويحتاج الإنسان يشتغل فيها شغلا قويا.